يقول أنا صاحب مطعم في فرنسا، هل يجوز لي أن أفتح هذا المطعم أيام رمضان وكذلك طيلة أيام الجمعة، علما أن البعض من الموظفين يذهبون للصلاة في مسجد يصلى فيه الجمعة مبكرا ثم يعودون إلى المطعم، ويذهب البعض الآخر إلى المسجد يصلون الجمعة متأخرين؟ أنت مسلم ولا يجوز تفتح المطعم في رمضان في النهار، لا يجوز لك هذا، تعين العصاة على معصيتهم والكفرة على كفرهم، لا تعينهم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.